السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده كنوجد للضياف. غندير شلاضه الجرده، تابعوا معايا. وغندير دجاج محمر والطاجين بالبرقوق. دابا غتابعوا معايا على الجرده والدجاج محمر. الدجاج محمر من الدجاج ديال المناسبات الكبار، تابعوا معايا حتى الاخر وغتفهموا النصيب ديالو وكل شيء. وكنتمنى يجي يعجبكم. دابا غادي نصبهم. غندير الثومه والحامض مرقد مدقوقين، واني بلا ملحه، حيت الدجاج مرقد في الملحه والحامض، والحامض مرقد فيه الملحه. ما غنديرش الملحه كاع في الدجاج، باش يكون الدجاج مرقد ما كنديرش ملحه. دابا درت البزار، جوج معالق صغار ديال البزار عامرين، وغندير شويه ديال التحميره، غير شويه، غير راس معلقه ديال التحميره. غندير شويه ديال سكينجبير، جوج معالق ديال سكينجبير، حتى هو كيتواتى مع الدجاج. غندير خرقوم، شويه ديال الخرقوم، دجاج ديال زعما الدجاج ديال هماويين ديال المناسبات الكبار، وهذا غيعجبوكم. كتجي الدغميره غزاله، وكيجيو بنان، البنه ديالهم غزاله. والسودانيه، شويه ديال السودانيه. شويه ديال القزبر، وغادي نشرمل الدجاج دابا ديالي. غندير شويه ديال الماء ونشرملهم وندخلهم شرموله مزيان فيهم مزيان حتى يتشرملوا كاملين. كنزيد لهم شويه ديال الزعفران باش يعطيو اللون ويجيو محمرين، واللون ديالهم كيجي زوين. ودابا غنشرم لهم ان شاء الله. ودابا فاش ندخل لهم شرموله في الجلده ديالهم وبرجليهم والداخل، كنهرس لهم الضلوع باش تبقى الدجاجه مكتفه. الا ما هرستي لهمش الضلوع من اللور، كيفاش يسخنوا الرجلين كيتفكوا.
مور ما ساليت الشرميل ديال الدجاج، ديك العطريه اللي درت دخلات فيهم هما، كندير العطريه فاش يطيبوا، كنزيد كاع العطريه اللي درت في الاول كنزيد منها شويه 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 باش يطيبوا في العطريه باش يجيو بنان. دابا الدجاج كنقلبو غير في الماء والعطريه باش يشد ليا اللون ديال التحمر ديالهم، ومن بعد عاد غندير لهم ان شاء الله البصله. ودابا ملي شد لي البصله الدجاج اللون غادي ندير عليه البصله والزيت. البصله الثمن ديال كيلو ديال البصله، كيلو ديال البصله، وغندير الزيت وغنخليه يطيب وندير له المرقه ديالو ونخليه يطيب. ودابا من بعد ما طاب لي الدجاج حيدته ودرت تكون 3 كيلو ديال البصله باش ندير الدغميره، ودرت معاها البصله الاولى، درت معاها الكوانز غير ما بينتهمش، ودابا درت الكبده. دابا الدغميره ديالي كطيب ومازال ما كنحركها وناقصه لها العافيه وكنحركها. ودابا غندوز للشلاضه نصاوبها. سلقت بطاطا، سلقت خيزو، الباربا والرز، والرز درت له الذره والزيتون المقطع والطونة ديال ايزابيل. ودابا غادي نخلط، والمايونيز درت المايونيز بالفرماج والحليب حتى لشي نهار ان شاء الله ونشاركو معكم. اليوم ما شاركتوش مع الضياف والزربه، شاركتوش معكم مره اخرى ان شاء الله، كيجي غزال. دابا غنخلط الشلايض كاملين وعاد ندير الطبسيل ان شاء الله كبير، الطبسيل ديال الجرده ديال الضياف. دابا الشلاضه غادي نحطها في الطبسيل ديالي. درت 3 زلايف ديال الرز، وكل واحد كيبغي الشكل يصاوبو في الطبسيل ديالو. انا درت لها هكا 3 ديال الزليفات، وغادي ندير الخضره من الجناب، ومره اخرى ان شاء الله نصاوبها معكم بالتفاصيل. ودابا غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي غادي يجي. دابا غادي نصب اللحم ديال البقري. درت الثومه مطقوقه بالملحه،
وغندير لها العطريه ديالها، كندير له النصيب ديال بحال الكتره زعما بحال ديال المناسبات، ولكن دابا غير شويه للضياف البزار البقري كيبغي العطريه، البزار والقزبور، قزبور اليابس والخرقوم. وشوية ديال السكينجبير، وتنصاوبهم ونصاوب لهم ندير لهم شوية د الماء، كندير شوية د الماء ونخلط العطرية تتخلط، وكنشد اللحم كنديرو في العطرية والماء، وعاد نديرو في الكوكوط وكندير له غير شويه د الماء ونخليه حتى يشرب حتى هو العطريه ديالو. بعد ما ساليت الشرميل ديال اللحم غادي نردو على النار متوسطه وغادي نخليه يشرب العطريه ديالو. من بعد ما شرب العطريه ديالو دابا غندير له البصله وندير الزيت ونخليه يتقلى شويه باش ندير له الماء حتى يدوز من فوق منه، ونخليه في العافيه متوسطه ونخليه يطيب حتى يطيب ويشرب المريقه ديالو، عاد نطفي عليه.